في البدايتي كانت هناك أرض تقبلها الشمس ويباركها النيل. كان هذا المكان الساري يدعى مصر، وهي أرض قديمة جدا ومليئة بالعجائب، حتى أنها غالبا ما تسمى مرضى الحضارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل جدا، عمل لي فيديوهات رائعة في مختلف المجالات. تمام، دي فيديوهات مجرد بس بديله جملة صغيرة، وقدرت اطلع منه حاجات بالعربي. طب هجرب انا معاكم دلوقتي حاجة، ان انا اقول له جنريت فروم برومت وهديله جملة بالعربي واشوف هيقدر يعملها ازاي. هقول له مصر مهد التاريخ، التاريخ، وهقول له جنريت. هو بيعمل ايه؟ بياخد الكلمة دي ويروح لشات جي بي تي ويقول له اعملها لي على هيئة فقرات ويخليها شكل مثلا children مثلا، ونشوف هيقدر يعملها بالعربي ولا لا. وحتى لو معرفش يعملها بالعربي، في طريقة خليه يعملها بالعربي. هننتظر شوية. طيب هو هنا كتبها لي بالانجليزي رغم انها طلب عربي. الموضوع بسيط خالص، ماشي. انت ممكن تعمل ايه؟ هتعمل انيميت، يعني هتخلي يحول الصورة دي لفيديو بالشكل دوت. تمام، هيعمل لها حركة خفيفة، ممكن تبقى زوم، وممكن يحرك حاجات، ممكن تلاقي النخل اتحرك، ممكن تلاقي المايه اتحركت، كل شوية بيعمل هو حركات. ما عجبتكش ممكن تقول له انيميت تاني وتالت لحد ما توصل اللي انت عايزه. طيب الصورة دي مثلا مش عاجباك، هتقول له ريجينريت، اعمل لي صورة تانية غيرها بنفس الكلام دوت. كأنك رحت لأي موقع مثلا ليناردو وقلت له حول لي البرومت ده لصورة. مثلا انت متضايق من السلم اللي هنا ده، تمام، قول له اعمل لي سلم تاني او اعملها لي حاجة تانية او الغي السلم. فقلت له ريجينريت، يبدأ ان هو يعملها. طيب احنا قلنا هنعمله بالعربي، هو ما عملهاش بالعربي، مفيش مشكلة. هو ساعات المواقع هو ترجم العربي الانجليزي وبدأ يشتغل على الانجليزي. خد الكلام ده كده، ماشي، وروح لجوجل ترانزيت واعمل هنا، وخد الترجمة وراه كويس عشان انت المسؤول عن الترجمة، تأكد ان هو ترجمة صح، ورجعها تاني هينطقها بالصوت الصح. تمام، اه، وتقول له بعد كده ايه انيميت، يبدأ ان هو يعمل لك الحركة بتاعتها، ماشي، بالشكل دوت. تعالى بقى نشوف، عمل حركة بسيطة بسيطة خالص يعني. تمام، ما عجبتكش يقول له اعمل انيميت تاني، هي ايه هيعمل لك افضل. طيب تعالى نقول له نيكست. هنا بيقول لي اختار التكست هيبقى معمول ازاي، هو يعمل لي سبتايتل هنا، ماشي. غالبا العربي بيبقى فيه ما بيقدرش يشوف كويس، فاحنا ممكن نقول له ايه، لا احنا مش عايزين تايتل، او جرب لحد ما توصل لواحدة فيهم تكون بتقبل العربي كويس، يعني جرب ده وده 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 لحد ما توصل لعربي يكون مكتوب كويس. انما احنا دلوقتي خدنا معانا الصوت وخدنا معانا الفيديو، ماشي، وقول له كومبوزيت كده. خد جملة معينة اللي هي مصر مهد الحضارة، وكتب لها سيناريو، وحول كل قطعة من السيناريو لصورة، ونقدر نقول له اعمل لنا صورة 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 لحد ما في الاخر يطلع لي فيديو كويس. ان شاء الله هرفعه على القناه لما اشتغل عليه شويه. انا بس بوريكم مثال، ما فيش حاجه سر او حاجه مخبيه، بس الفكره بس في الوقت، ان انا كل في صوره اقول له ايه الترجمه العربي واعملها تاني عشان يبقى عندي في الاخر فيديو في مصر مهد الحضاره ويحكي القصه بتاعتها. المهم ان انا ايه هسمعكم الصوت دلوقتي. طيب لو الصوت فيه مشكله، في موقع اسمه صحح لي، ده بيعمل ايه، في خاصيه تشكيل، ان انا اقول له شكل لي الكلام. تعال نسمع الصوت. في البداية كانت هناك أرض تقبلها الشمس ويباركها النيل. كان هذا المكان السحري يدعى مصر، وهي أرض قديمة جدا ومليئة بالعجائب، حتى أنها غالبا ما تسمى مهد الحضارة. تمام، المهم اتأكد جامد جدا، لأن ساعات ممكن ياخد من كتاب معلومة غلط، فايه تبقى الفيديو فيه غلط. زي ما شفنا في موقع اسمه صحح لي، ده هيعمل لك التشكيل. التشكيل ده هو اللي هيظبط النوت بتاعه الصح. خدمات التشكيل، هيت تشكيل كلي او جزئي،
شكل النص الآن، هتقول له كنترول في وتقول له ابدأ التشكيل، وعندك ان انت تصحح الجملة. فارجع هنا واقول له انا في حاجات هبدأ اشتغل فيها تاني، وهجرب دول برضو بحيث لو كتب لي الكلام هيكون الموضوع افضل. هشيل بالتشكيل هتبقى احسن ان شاء الله. وبعد كده هاخد ديت واقول له ايه انيميت، تمام، وهكذا همشي عليهم واحده واحده بحيث ان يبقى في الاخر الفيديو يبقى فيه حركه، وان شاء الله ارفعه على القناه وارفعه على الوسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والحاجات دي كلها، ان شاء الله يعجبكم باذن الله. شكرا ليكم، وورونا ابداعاتكم والفيديوهات بتاعتكم. لو في موقع حلو زي دوت اختصر عليا كتير، لان انا كنت بروح لموقع يعمل لي التكست، وموقع يعمل لي الصور، وموقع يعمل لي الفيديو، وموقع كابكات يجمعهم لي، وموقع يعمل لي سبتايتل، فكان 20 موقع، ده اختصر لي كتير جدا يعني الحمد لله. طبعا هنا تقدر تضيف مشهد في النص وتكتب اللي انت عايزه وتقول له اعمل لي صوره ليها، تقدر ترفع تنزل، تقدر تعمل ديليت، فانت عندك قدره على ترتيب السيناريوهات الموجوده.